اخبارنا الحلوه والدنيا تحلو بوجودكم ان شاء الله. اختياراتك مبوظه حياتك؟ اختياراتي مظبطه حياتي. طلعت مظبطه حياتي والله. هي الغنوه بتقول ان انا اختياراتي مدمره حياتي. انما ما هو القميص ده القميص ملوش علاقه بحاجه. اللي شبكنا يخلصنا. كنت متوقع بصراحه الهجوم ده. انت عايز الهجوم الاول ولا عايز الدفاع؟ يعني عايز لا عايز الهجوم الاول. ماشي، يبقى انت عايز تتكلم على الشبك. والله بص، انا كنت في ايطاليا وكنت جبت احسن ستايلست اختار لي اللبس واختاره لي، بس الهجوم كان كبير جدا 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 عليا. ولكن انا بشكر كل الناس اللي هجمتني، لان هم قالوا لي يعني بدون ما يقصدوا ان انا فرد من اسرتهم وان انا واحد منهم، لان هم ما رضيوش عليا ان انا البس كده او ما رضيوش عليا باي حاجه وحشه. حسيت ان انا جوه كل بيت وجوه كل ومع كل اسره، وفعلا اي لو في حاجه شبك هخيطها انا على ايدي. لا مش هظهر كده تاني. الناس شايفيني في حتة تانية وشايفيني جوه بيوتهم وجوه أسرتهم. ياما ناس لبست كده وياما ناس لبست حاجات محدش كلمها، بس هم شافوني أنا يعني حد منهم. وأنا فعلا مش من الناس اللي هي بتصر على الحاجات الغلط. أنا بطلع أقول لا كان غلط، طالما هو ما عجبهمش يبقى نعمل الحاجات اللي تعجبهم. لا والله سمية الشباك ما سمية الخشاب سمية الخشاب يعني تقول اللي هي عايزاه، واي حد يقول اللي هو عايزه. هم كلهم جمهوري وكلهم ناس عايزه مصلحتي، واكيد لما بتنتقدني بتبقى عايزه اشوف احسن، لان في ناس هي طلعت ترقص على اغنيتي اكيد هي بتحب تشجعني دايما، واكيد كل الناس بتحب نجاحي وبتحب لي الخير وبتحب ان اكون ناجح. واكيد الناس ما بتصطادش، مش عايزه تصطاد لي الاخطاء، لا دي عايزه تخليني احسن، وهم فعلا عملوا كده. كل لا انت بقى، انت اللي جاي النهارده جاي في شبك ولا انت مش جاي عادي كبني ادم؟ خلاص بقى نقلب على الموضوع تاني. حفظ منير والنجاح والظهور حتى الحلو اللي حصل مع منير. محمد منير مع حفظ الالقاب حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا وحاجه عظيمه واحنا بنتشرف بيها، وكان شرف ليا ان اكون موجود وتوجه لي السعوديه حاجه عظيمه، حاجه تاريخيه وحفله تاريخيه لشخص انا قلت في الموال اللي انا قلته ان هو اسطوره من الاساطير. فدي حاجه بالنسبه لي انا كنت سعيد بيها قوي. فرحات طبعا. انا فرحات، ده مايسترو كبير قوي وعظيم قوي، وانا يمكن جات لي صوره او كان في صوره موجوده وانا بعد الحفله وانا قاعد فعلا متاثر وفعلا عيطت على 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 كم الحاجات الجميله اللي عملها المايسترو هاني فرحات والحاجات العظيمه اللي عملها الكينج محمد منير. اختياراتي مدمره حياتي، ترند بسرعه رهيبه، دلوقتي ترند على اليوتيوب. كنت متخيل النجاح ده يحصل؟ بصي والله هو الواحد بيجتهد وبيعمل كل اللي عليه، بس الناس يعني واقفه جنبي قوي، الناس واقفه معايا قوي بصراحه، يعني 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 اكتر من بس ده ربنا، يعني ربنا اراد ان الناس تعرف اني فعلا بعمل مجهود كبير وبعمل لهم حاجات يحبوها وهم فعلا بيحبوها. يعني والله طول عمري كنت بقعد اقول هو الناس ظالمني، انا مش واخد حقي، بس طلع مش حقيقي، انا اللي كنت ظالم نفسي، وانا اللي ما كنتش واخد حق نفسي، مش مدي نفسي حقي، لان اول ما عملت الحاجات اللي الناس بيحبوها الناس كانت في ظهري وداعمين فيا، وبيطلعوا دلوقتي يحبوا اي يعني الحاجات الحلوه اللي بنعملها دايما. ثانيه واحده يا حبيب قلبي، ما انت جايب داخل بثلاث انفار، انت داخل هي جمعيه داخل بثلاث انفار، مستنى حبيب قلبي تقول برضه اختك تقول معاك. قول يا حبيبتي. ايه الرقصات الحلوه اللي انت بتعملها؟ اتكلمنا عنها بقى. والله صدفه جميله، وزي ما قلت لك يعني انا عملت طالع كنت بهزر مع الناس، بس الناس اذا كنت بهزر او اذا كنت بعمل رقصه او اذا كنت بعمل حاجه هم بيحبوها منك، القبول ده من عند ربنا، وبيزرعوا في قلوب الناس ليا ان هم يحبوا مني اي حاجه بقولها، اي حاجه تكون حلوه او اي حاجه تكون بتسبب لهم سعاده، مش بيكون بتسبب لهم اشمئزاز او بتسبب لهم ضيق يعني. فده فضل من عند ربنا بصراحه. بيقولوا المدام وشها حلوه. حبيبتي الصغيره دي حرام عليك. قولي يا حبيبتي اسمك ايه؟ مارو. قولي يا مارو. والله بصي بقى،
اعظم شيء في الحياه ممكن الواحد يقابله هو ان يلاقي طفل بيقابله ويقول له انا بحبك، لان الاطفال زي ما احنا عارفين كلنا بتعرفش تكذب، بتعرفش تهزر، بتقول دايما اللي على قلبها. ان كنا انا وصلت الاطفال دي من اكبر الحاجات اللي انا حسيت بنعمه كبيره جدا جدا من ربنا انها موجوده اتحطت في قلوب الاطفال. والله العظيم ثلاثة، انت الوحيدة اللي اديتيني حاجة، كله خد مني. المدام بيقولوا ان وشها حلو عليك، هي سر من اسرار نجاحك. طبعا 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 هي سر من اسرار نجاحي، هي السر الاكبر والاعظم في حياتي، وهي اكبر داعم ليا، وربنا يخليها ليا ويخلي لي بنتي كمان عشان بنتي مهمة جدا. لا خلاص دي فواتير وانا ايه و30 حلقة.